جوافا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في درس جديد من دروسنا في السلسلة الفقهية المباركة على مذهب الإمام أبو حنيفة، وقد وصلنا إلى نهاية كتاب الحج. وصلنا إلى نهاية كتاب الحج في فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا كنت أول مرة بتتابعني فأدعوك إلى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديوهات لتكون لكم ولي صدقة جارية. نبدأ على بركة الله حتى لا نطيل عليكم، ونختم بإذن الله هذا الكتاب. فنحن السوريين بشكل عام عندما نريد الذهاب إلى الحج فإننا نذهب لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم نحج، وبعد ذلك ننهي زيارتنا بزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال هنا: فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختصار تبعا لما قاله في الاختيار. تمام. قال: لما كانت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القرب وأحسن المستحبات، بل تقرب من درجته ما لزم من الواجبات. يعني واجب عليك أنت أيها الحاج أو أنت أيها الإنسان عندما تكون هناك سعة يعني في وقتك وسعة في مالك، فيجب عليك أن تزور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان الوالد حي يرزق، بال2007 كان عنده أفواج، فقال لي: تذهب إلى الحج؟ قلت له نعم. تذهب إلى العمرة؟ قال، قلت له نعم. فذهبت أنا وإياه في 2007 تقريبا، نعم، وزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا مشتاق جدا لكي أزور الرسول عليه الصلاة والسلام. قال هنا: فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختصار تبعا لما قال في الاختيار. قال: لما كانت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القرب وأحسن المستحبات، بل تقرب من درجة ما لزم من الواجبات، فإنه صلى الله عليه وسلم حرض عليها، حرض على زيارته، حرض عليها وبالغ في الندب إليها، فقال هنا: من وجد سعة بفتح السين أو بكسرها، من وجد سعة أو سعة ولم يزرني فقد جفاني، فقد جافى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. يعني إن شاء الله تكون هذه شفاعة لك غير الشفاعة العامة، هناك للشفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم تكون هناك شفاعة خاصة بزيارتك له. وقال صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. يا الله. إلى غير ذلك من الأحاديث. ومما هو مقرر عند المحققين أنه صلى الله عليه وسلم حي يرزق متمتع بجميع الملاذ والعبادات، غير أنه حجب عن أبصار القاصرين عن شريف المقامات. ولما رأينا أكثر الناس غافلين عن أداء حق زيارته صلى الله عليه وسلم وما يسن للزائرين من الكليات والجزئيات، الكليات هي الصلاة هناك والجزئيات، أحببنا أن نذكر بعض المناسك وأدائها ما فيه نبذة من الآداب تيمما للفائدة. فنقول: ينبغي لمن قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمعها، يسمع صلاتك وتبلغ إليه، تبلغ إليه، وفضلها لا إله إلا الله أشهر من أن يذكر. فضل الصلاة على رسول الله من أعظم الذكر، الصلاة على رسول الله. فإذا عاين حيطان المدينة المنورة، شفت المسجد النبوي الشريف، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول، إذا لم تحفظ هذا ممكن تسجله وتحفظه، ممكن تقرأه، ما في مشكلة، ثم يقول: اللهم هذا حرم نبيك ومهبط وحيك، فامنن علي بالدخول فيه
واجعله وقاية لي من النار وأمانا من العذاب، واجعلني من الفائزين بشفاعة المصطفى يوم المآب. ثم يغتسل أو ويغتسل، إذا أنت هناك في المسكن تغتسل قبل الدخول أو بعده، قبل التوجه لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام إن أمكنه، ويتطيب ويضع الطيب العطر ويلبس أحسن ثيابه تعظيما للقدوم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل المدينة المنورة ماشيا إن أمكنه، ليس راكبا بلا ضرورة، إذا ما بتحسن ما في مشكلة يدخل راكب، لكن حتى تكون هناك يعني متواضعا بأنك سوف تزور سيد الخلق وحبيب الخلق والخالق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد وضع ركبه متاعه واطمئنانه على حشمه وأمتعته، تطمئن متواضعا بالسكينة والوقار، ملاحظا جلالة المكان، قائلا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. كمل الصلاة الإبراهيمية، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك. ثم يدخل المسجد الشريف فيصلي تحيته عند منبره ركعتين، يصلي ركعتين تحية المسجد، ويقف بحيث يكون عمود المنبر الشريف بحذاء منكبه الأيمن إن استطعت، فهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال منبري على حوضي صلى الله عليه وسلم. فتسجد شكرا لله تعالى بأداء ركعتين غير تحية المسجد عند الإمام أبو حنيفة، كما ذكرنا في دروسنا السابقة بأن سجدة الشكر عند الإمام أبو حنيفة هي أن تصلي ركعتين ولا تسجد سجدة الشكر، مكروهة عند الإمام أبو حنيفة، عند بقية المذاهب جائزة. تسجد شكرا بركعتين، بصلاة ركعتين لما وفقك الله تعالى، ثم تدعو بما شئت، ثم تنهض متوجها إلى القبر الشريف، فتقف بمقدار 4 أذرع بعيدا عن المقصورة الشريفة بغاية الأدب، مستدبر القبلة محاذيا لرأس النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه الأكرم، ملاحظا نظره السعيد إليك وسماعه كلامك، يعني بدك تقف أنت نيك حاسس كأنه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أمامك وتخاطبه صلى الله عليه وسلم، ورده عليك سلامك وتأمينه على دعائك، وتقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا مزمل، السلام عليك يا مدثر، السلام عليك وعلى أصولك الطيبين وأهل بيتك الطاهرين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، أشهد أنك رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأوضحت الحجة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده وأقمت الدين حتى أتاك اليقين صلى الله عليه وسلم، وعلى أشرف مكان تشرف بحلول جسمك الكريم فيه صلاة وسلاما دائمين من رب العالمين عدد ما كان وعدد ما يكون بعلم الله، صلاة لا انقضاء لأمدها يا رسول الله، نحن وفدك وزوار حرمك تشرفنا بالحلول بين يديك، وقد جئناك من بلاد شاسعة وأمكنة بعيدة تقطع السهل والوعر بقصد زيارتك لنفوز بشفاعتك والنظر إلى مآثرك ومعاهدك والقيام
بقضاء بعض حقك والاستشفاع بك إلى ربنا، فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا والأوزار قد أثقلت كواهلنا، وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة العظمى والمقام المحمود والوسيلة. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا، فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا على سنتك، وأن يحشرنا على زمرتك، وأن يوردنا حوضك، وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا ندامة. الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، يقولها ثلاثا: الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة الشفاعة يا رسول الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وتبلغه سلام من أوصاك به، فتقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان يتشفع بك إلى ربك فاشفع له وللمسلمين، ثم تصلي عليه وتدعو بما شئت عند وجهه الكريم مستدبر القبلة، ثم تتحول قدر ذراع حتى تحاذي رأس الصديق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا صاحب رسول الله وأنيسه في الغار ورفيقه في الأسفار وأمينه على الأسرار، وجزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه، فقد خلفته بأحسن خلف يا الله. وقاتلت أهل الردة والبدع ومهدت الإسلام وشيدت أركانه، فكنت خير إمام ووصلت الأرحام، ولم تزل قائما بالحق ناصرا للدين وأهله حتى أتاك اليقين. سل الله سبحانه لنا دوام حبك والحشر مع حزبك وقبول زيارتنا. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم تتحول مثل ذلك حتى تحاذي رأس أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا مظهر الإسلام، السلام عليك يا مكسر الأصنام، جزاك الله عنا أفضل الجزاء، لقد نصرت الإسلام والمسلمين وفتحت معظم البلاد بعد سيد المرسلين، وكفلت الأيتام ووصلت الأرحام وقوي بك الإسلام، وكنت للمسلمين إماما مرضيا وهاديا مهديا، جمعت شملهم وأعنت فقيرهم وجبرت كسيرهم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم ترجع قدر نصف ذراع إلى الوراء، فتقول: السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام بالدين والقائمين بعده بمصالح المسلمين، جزاكما الله أحسن الجزاء. جئنا كما نتوسل بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا ويسأل الله ربنا أن يتقبل سعينا ويحيينا على ملته ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرته، ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين، ثم يقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم كالأول ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك. اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويزيد أو ويزيد ما شاء ويدعو بما حضره بما فتح الله عليه ويوفق له بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي أسطوانة أبي لبابة السارية التي ربط بها نفسه وانتظر حتى تأتيه توبة الله سبحانه وتعالى حتى تاب الله عليه، وهي بين القبر والمنبر، ويصلي ما شاء نفلا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو بما شاء، ويأتي الروضة فيصلي ما شاء ويدعو بما أحب ويكثر من التسبيح والتهليل والثناء والاستغفار. ثم يأتي المنبر فيضع يده على الرمانة التي كان يعني كان يقف ويضع يده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب، فيضع يده على الرمانة التي كانت به تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانه ومكان يده الشريفة إذا خطب لينال بركته صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه ويسأل الله ما شاء. ثم يأتي أسطوانة الحنانة، وهي التي فيها بقية الجذع عندما كان يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تركه وخطب على المنبر حتى نزل فاحتضنه فسكن، وعده بأن يكون في الجنة فسكن جزع من البكاء، حتى أن أهل المسجد سمعوا بكاء هذا الجزع. طبعا هذا من الآثار النبوية والأماكن الشريفة، ويجتهد في إحياء الليالي مدة إقامته هناك بما فتح الله عليك، واغتنام مشاهد الحضرة النبوية وزيارته في عموم الأوقاف. ويستحب أن يخرج إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات، خصوصا قبر سيد الشهداء سيدنا حمزة رضي الله عنه، ثم إلى البقيع الآخر فيزور سيدنا العباس وسيدنا الحسن بن علي وبقية آل الرسول رضي الله عنهم أجمعين، ويزور أيضا أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وولده إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات صغيرا فدفن هناك، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعمته صفية والصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ويزور شهداء أحد، وإن تيسر يوم الخميس فهو أحسن، إذا كان موعدك أنت في الزيارة يوم الخميس فهو أحسن، ويقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ويقرأ آية الكرسي والإخلاص 11 مرة، تقرأ آية الكرسي 11 مرة وسورة الإخلاص 11 مرة وسورة ياسين إن تيسر طبعا تقرأها، ويهدي ثواب ذلك لجميع الشهداء ومن بجوارهم من المؤمنين. ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت أو غيره ويصلي فيه، ويقول بعد دعائه بما أحب: يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعوة المضطرين، صلي على سيدنا محمد وآله، واكشف كربي وحزني بما كما كشفت عن رسولك حزنه وكربه في هذا المقام، يا حنان يا منان، يا كثير المعروف والإحسان، يا دائم النعم، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما أبدا يا رب العالمين، اللهم آمين. فأيها الإخوة الكرام، نكون قد انتهينا الآن من كتاب الحج، الحمد لله بفضل رب العالمين انتهينا بقراءة هذا الكتاب، وننتقل إن شاء الله إلى كتاب جديد وهو كتاب الزكاة إن شاء الله بعد هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا عن نومة الغافلين، وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين لا مغيرين ولا مبدلين، والحمد لله رب العالمين. جوافانا هم معانا الحج وفانا
هم معنا لن زر نبينا وبيت الحرام هم معنا وين نبي دعانا هم معنا وين نبي دعانا الحج وفانا هم معنا الحج وفانا هم معنا لنزور نبينا وبيت الحرام هم معنا ونبي دعانا هم معنا ونبي دعانا الكعبة أفاضت أنوارا حباها الله الأسرار الكعبة أفاضت أنوارا حباها الله الأسرار تطوف بقلبي أدوارا وأصلي عند لقياها الحج وفانا هم معنا الحج وفانا هم معنا لنزور نبينا وبيت الحرام هم معنا ونبي دعانا هم معنا نبي دعانا.